يو واتساب دراري وبنات، مرحبا بكم في واحد لا فيديو جديده. وهاد لا فيديو غادي نعاودو نشرحو فيها كيفاش تدخل الصام في البي سي وكيفاش تبعد على المشاكل اللي كيطراو الاغلبيه ديال صحاب البي سي، بحال الريبورت كراش، بحال مثلا فاش كيدخل كيلقى شي مشكل ان جيم لداخل. نحاولو كلشي غنبسطو في هاد لا فيديو. ونتمنى الاخوان قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش واحد اللايك، سبسكرايب، شي كومونتير مزيان باش تحفزونا نديرو شي حاجه ما احسن ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. المهم الاخوان، في الفيديو الاول اللي كنت لحت ديال كيفاش تدخل الصام في البي سي كان طرا واحد البروبليم اللي هو كنت لحت واحد جي تي في الديسكريبشن فيها 5 جيجا ونص، يعني ديك جي تي فيها واحد الكاليتي طالعه، وتقريبا البي سيات اللي كيكونوا ضعاف شويه كيكون مثلا ديك 4 في الرام حتى 6 2 4. المهم كيكون واحد البروبليم ديال ان كيدخل الى دخلاتو الجيم كيكون عنده واحد دروب اف بي اس، كيلعب واحد 30 35 اف بي اس. يعني هاد لا فيديو والاغلبيه كيكون عنده واحد الدروب ديال الاف بي اس، يعني كتوصل واحد 30 35، وبعد المره كتبقى كتبلونط عليه البي سي كامل، كيضطر يا اما يرو ديماري يا اما يكري ديسك توب جديده، يعني بحال راه كيعاود داكشي من ازيرو صافي. المهم هاد النهار الاخوان جبت لكم واحد جي تي اي مزيانه اللي تقريبا هي خدمت بها واحد السيمانه وخدموا بها الدراري عشراني، ما لقاوش فيها شي بروبليم، لقاو داكشي مزيان يعني مقصر مزيان، كاليتي ديالها مزيان، كلشي مزيان. غادي ندخلوا غنوريكم الجيم ان جيم زعما كيفاش الكاليتي ديالها وشحال من اف بي اس كتلعبنا. المهم الاخوان غادي تهبط للديسكريبشن، غتلقى عندك هاد جوج ديال لي باج، غتلقى هادي وهادي غتلقى في الديسكريبشن، هذا ديال في سي تي بي اللي هو ديال فويس، وهذا ديال جي تي اس ار، يعني الجي تي اس ار مشروكه فيها حتى الصا. من بعد ما كتدخل هاد الجوج كيطلعوا لك هنا على هاد الشكل. اش كدير انت؟ يا اما كتاكستريهم في البيرو يا اما كتخدم من الداخل. المهم باش تاكستري الملف كتدخل ليه كدير بحال هكا كتموفيه للبيرو، يعني انا ديجا موفيتو اللي هو هذا الفي سي تي بي سي بلا ما نحتاجو نموفيو. اول حاجه كدير يعني من بعد ما كتخرج هاد جي تي اس ار كيطلع لك على هاد، كيطلع لك هنا الصامب، كتدخل يعني كتلقى جي تي هنا والصامب، يعني داكشي مقاد. من بعد يعني دابا في هاد اللحظه هادي راك دخلتي الصامب، يمكن لك دير بحال هكا دخلت اير بي على خاطرك ولكن راه يخدمش لك الفويس. الا بغيتي تخدم الفويس الطريقه بحال سهل، ادخل داك الفي سي تي بي سي، اتكليكي هنا على في سي تي بي سي، اتسنى واحد شويه بما طلعت لك ليكرون، كيطلع لك على هذا الشكل، كدير نيكست، موراها كدير براوز، كتمشي ديسكتوب يعني هو البيرو، غادي تهبط غتلقى ها هو هذا هو جي تي اس، هو داك اللي اكستريغينا البيرو، غتورك على تحلو، غتكليكي على هاد السامب هادي اللي هنا اللي بهاد الليمون، وغدير اوك. من بعد ما غدير اوكي غدير نيكست، غدير انستالي، يعني اوتوماتيكمون انا ديجا مانستالي، اوتوماتيكمون غدير انستالي، غادي تخرج، غيطلعوا لك فينيش، غادي تخرج، غدير بحال هكا، غتدخل لهاد الدوسي ديال جي تي اس ار، تكليكي عليه دو فوا، كتورك على السامب، كندخلوا للسيرفر بهاد الطريقة، ديجا اللي تفرجوا الفيديو اللي فات، راه عارفين كيفاش يدخل للسيرفر، كيفاش يدفع الدوموند ديالو، اللي بغا يتفرج راه نخلي لكم الفيديو تاهو في الديسكريبشن. المهم كملوا، كتدخل للسيرفر بهاد الطريقة هادي. المهم الاخوان قبل ما ندخلو غادي ندخلو الابليكاسيون ديال ام اس افتر بيرنر باش نوريكم الاف بي اس شحال في الجيم وشحال ليوتيليزاسيون اللي غادي يشد لك تقريبا، يعني بي سي راه يخدم لك داكشي بخير. انا كونفيغوراسيون ديالي هاي غتشوفوها الاخوان هنا، هادي هي الكونفيغ الاخوان، يعني هادشي اللي غادي تشوفو دابا في ام اس افتر بيرنر غيطلع لكم بهاد الكونفيغ هادي اللي لعب بها انا، اي 7 4 ايام 16 جيجا في الرام، و الكارت جرافيك انفيديا جي تي اكس 1060 6 جيجا، يعني راه بلا كارت جرافيك راه تخدم لك الصعب اف بي اس مزيانه و مريحة في اللعب. من بعد ما خدمنا ام اس اي افتر بيرنر دابا غادي ندخلو للصامب في نهاية ام اس اي افتر بيرنر، هي يعني خدامة اوكي. غادي نحاول ندير لكم الاخوان واحد الفيديو على ام اس اي افتر بيرنر للدراري اللي كيبغيو يعرفوا شحال ليوتيليزاسيون ديال الجي بي يو سي بي يو عنده ان جيم، كندويش غير على الصامب كندوي على كاع لي جيم تقريبا. غادي ندخلو دابا للسيرفر باش نشوفو البلان شحال غيلعبنا من اف بي اس والمايك واش خدام. المهم كما كتشوفوا الفوق الدراري راه كطلع لكم اف بي اس شحال، جي بي او شحال ليوتيليزاسيون ديالو والحراره ديالو. غادي نديرو مود باس باش ندخلو للسيرفر، اييه. المهم كما كتشوفوا الدراري الفوق راه 200 اف بي اس 190، وهذا الشيء راه بالكاليتي تقريبا فيري هاي، دراو ديستانس راه كبيرة حتى للحد، يعني ديستونس ديال زعما المدى ديال الشوف ديال في الجيم لداخل راه دايرو على الحد، يعني راه دايرها هاي ريزوليشن. انت مثلا غتلعب باللو ولا الميديوم راه غادي تخدم لك مزيان، وحاول هاد فريم ليميتر دير لها اوف، حيت الا درتي اون كما كتشوف الفوق شوفوا الاف بي اس فين هبط، يعني بحال انت كتليميتي الاف بي اس في 60، الماكس ديالها هي 60، باش كتحيد ليها هاد اللعيبه ديال الفريم ليميت الاف بي اس ديالك كيرجع مزيان، كتخفف عليك حتى اللاك والدروب اف بي. كما كتشوفوا الدراري ها هو الشكل، يعني 190 اف بي اس 200 راه غادي تلعب بخير، ما كانش عندك كارت جرافيك راه تلعب بواحد 80 اف بي اس 90 حتى 100، المهم راك لاعب مرتاح وصافي. هادشي اللي كاين الاخوان في هاد لافيديو، نتمنى يكون عجبكم الشرح ديالي،
وتكونوا استفدتوا. واللي بغى يدخل نعاود نقولها الدراري اللي بغى يدخل ار بي معانا في السيرفر مرحبا بيه. ها هو راه فيديو غيطلع قدامكم دابا ديال كيفاش ار بي معانا، كيفاش تدخل، كيفاش تفعل الدوموند ديالك. هما الاخوان راه تسالي تقريبا الريكورد، وانا تفكر واحد البلان ديال ريبورت كراش ودي لي اما ما كيدخلوكش كاع نهائيا، كتدخل وكيخرجوك. الحل سهل، كتدخل بحال هكا الصام، كتدخل لهاد الصام كتجي لهاد كليو هادي كتمسحها كامله، يعني كاع داكشي اللي في كليو الداخل كتمسحو، كتخلي غير الدوسي هذا الصفر ديال الكليو يكون خاوي ما فيه حتى لعبه. من بعد ما دير هادشي راه غتدخل ما تلقى لا كراش لا والو، غادي يخدم لك بخير. تقدر تلقى واحد البروبليم هي فاش غتشري بسلاح يقدر يخرجوك، ديك الساعه تبقى ترجع انت كليو بكليو. المهم خليكم مالكم على لا فيديو والدراري، هادشي اللي كان. واحد اللايك، سبسكرايب، شي كومونتير يكون زوين الاخوان، وبي بي 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 سلكم الدراري.